إني والد شهيد الجيش الأبيض الممرض الجامعي مصطفى ثائر جاسم المرياني. نيابة عن شهداء الجيش الأبيض، نرجو من الأستاذ ناطق عن طريق برنامج بالتفصيل إيصال مناشدتنا إلى دولة رئيس الوزراء المحترم، بعد أن يئسنا من جميع المسؤولين المباشرين في دوائر الصحة بإهمالهم الواضح لعوائل شهداء هم الأبطال، ورغم صدور قرارات تخصهم إلا أنه لا يوجد تنفيذ وعرقلة من جميع الدوائر المتلكئة بتنفيذ قرارات الوزارة. نطالب جنابكم الكريم باحتسابهم ضمن المؤسسة وضمهم إلى مؤسسة الشهداء، وذلك لضمان كافة حقوقهم وامتيازهم لضمان حياة حرة كريمة لعوائلهم. هذا ولكم جزيل الشكر والتقدير. ابن الشهيد حسين وليد كاظم سعدون الفريداوي، معاون طبي في مستشفى الكندي. نطالب السيد الكاظمي بأن يكون لنا معه لقاء، وكلنا أمل به بأن يكون اللقاء من ضمن أولوياته.